رحلتي بلشت بشهر 4، شعرت كتلة صغيرة، فمن عدم الوعي لسرطان الثدي رحت عند دكتور نسوان بدل ما أروح عند دكتور عائلة أو جراح، فطلبت منه يفحصني. طبعا هاي مش وظيفته يعني، فما وجهني زي ما لازم، وأنا بما أنه ما في توجيه كان أهملت الموضوع، أهملته لمدة 3 أشهر، لأنه بالصدفة بمرحلة معينة اكتشفت، بس اكتشفت كان صار كتير متأخر، كان السرطان كان صار كتير كبير. فبعد ما اكتشفته بلشت رحلة الفحوصات والكيماوي، وأنا اليوم بتعالج بالكيماوي. كيف كان تلقيت الخبر لما هيك عرفت أنه رح تمرك في هاي المرحلة؟ كيف كانت نفسيتك؟ الصراحة لآخر دقيقة كنت بتمنى يقولوا لي أنه لا مش سرطان. لآخر دقيقة المضبوط، أول ما سمعت كلمة سرطان كان أصعب شعور، صعب أوصف الشعور، ودغري راح عقلي للموت، لأنه إحنا دائما أول ما بنسمع سرطان دائما دغري بروح عقلنا للموت. فكان كتير صعب هداك النهار، أما بعدين ربنا بعطي الإنسان وأعطاني قوة رهيبة. يعني بالفعل كنت كتير تقبلت الإشي. أولا كان صعب، يعني أول يوم يومين، بعدين تقبلت الإشي، يعني يا أنا بدي أتغلب عليه يا بدي يتغلب علي. كنت مجبورة قوية وأتحدى، يعني الزعل مش راح يفيدني. بلشتي تأخذي هاي المعنويات من العيلة كمان؟ لا، من إيماني، عندي إيمان جدا قوي. إيماني هو اللي بيساعدني، ولليوم إيماني انت... ومعنين اللي حوالي، بس هو الإيمان العامل اللي أخذتي شوط كبير. اليوم أنت معنوياتك اليوم كيف حسة وكيف لما بلشتي؟ كده تغيرت؟ صراحة من الأول هيك، بس أول يومين لما سمعت، أنا طبيعتي إنساني جدا جبارة ودائما معنوياتي عالية وبحب أتحدى، فمن الأول يعني أول يومين كان صعب لما سمعت، بس من الأول هيك معنوياتي، يعني حتى الكل بيستغرب، يعني بيفكروا إنه بيقولوا لي بدنا نتصل فيك، مش عارفين شو بدنا نقول لك، مش عارفين إنه أنا كثير قوية وأنا اللي بقولهم بدل ما هن يقولوا لي. شكرا لك، وإن شاء الله بتستمر في رحلة كلها ناجحة يا رب.